Hello everybody, مرحبا بكم جميعا إلى درس جديد ودرس رائع جدا ومهم. درس اليوم هو استكمال لدروس الترجمة أو الكورس الخاص بالترجمة Translation. الكثير يعرف أنه هذه الدروس مفيدة جدا وبتختصر على الطلاب الكثير من أيام وشهور الدراسة. ركز معايا اليوم، عندنا موضوع خاص بجمل الاستطاعة. طبعا الجمل التي أمامكم يمكنني أن أتغلب عليك، هذه جملة: هو يستطيع أن يؤجل الموعد، بإمكانك الدفع بالفيزا، ليس بمقدوري الفوز، هل يمكنك أن تغني؟ هل لديها القدرة على الرسم؟ هل تستطيعون أن تدرسوا؟ هل أحمد يمكنه الحضور الآن؟ هذه الجمل تقريبا كلها بتتكلم على فعل واحد وهو كان. البعض يمكن مش مستوعب هذه النقطة، يعني يمكنني هو كان، يستطيع كان، بإمكانك كان، بمقدوري كان، يمكنك كان، لديها القدرة كان، تستطيعون كان، يمكنه كان. يعني لا تؤثر عليك ولا تخربطك كلمة يمكنني، يستطيع، بمقدوري، لدي القدرة، لا لا، يعني لا تجعل هذه الكلمات تخربطك. هي كلها كان، كان تعني يستطيع، يمكنني، بمقدوري، بإمكاني، كل هذه تعني كان. طيب، يمكنني أن أتغلب عليك، هذه هنا جمل وهذه أنا قسمتها إلى أسئلة. المعروف أنك أنت إذا أردت أن تكون جملة تبدأ بالفاعل، وهنا يمكنني، من هو الذي يمكنه؟ أنا. إذن I can، أنا يمكنني. واحد يقول الكان معناته يستطيع، طيب ما أنا أخبرتك، ما أنا شرحت لك للتو، لا تجعل الأمر يتوهك ويخربطك. الكان يستطيع، بإمكاني، بمقدوري، لدي القدرة، كلها نفس الكلام. I can beat you. البيت بتعني يتغلب أو يهزم. طبعا هناك كلمة أخرى اسمها defeat. الدفيت أيضا تعني يهزم أو يتغلب على، لكن الفرق أنه البيت بتغلب شخص في لعبة أو في رياضة، لكن defeat في لعبة أو رياضة، في لعبة أو رياضة، ولكن أيضا تأتي بمعنى أن تهزم شخص في الحرب. فركزوا معنا، خلونا على beat. I can beat you. I can beat you. أنا أستطيع أن أهزمك أو أغلبك أو أتغلب عليك. هو يستطيع أن يؤجل الموعد. من هو؟ هو he. He can delay. Delay يؤجل. The appointment. طبعا الموعد الغرامي اللي هو الديت، لكن appointment اللي هو الموعد مع دكتور أو موعد مع أي شخص. He can delay the appointment أو the date. بإمكانك الدفع بالفيزا. بإمكانك يعني أنت. You can pay. أنت تستطيع أن تدفع. You can pay by. You can pay by card أو credit card. أنت يمكنك أن تدفع بالبطاقة. ليس بمقدوري الفوز. I هنا طبعا نفي، جملة نفي. I cannot win. طيب ركزوا معي، ركز معي. كل الجمل can 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 can. I can، أنا يمكنني، beat you، أن أهزمك وأتغلب عليك. He can delay، هو يستطيع أن يؤجل. You can pay، أنت يمكنك أو بمقدورك أو بإمكانك أن تدفع. I can أستطيع، و I cannot لو تضع كلمة not بعد الكان تصبح منفية، لا أستطيع. I cannot win، وبالتالي حتى لو وضعت النوت بعد كلمة كان هنا، I cannot beat you، لا أستطيع أن أهزمك أو أتغلب عليك. He cannot delay، لا هو لا يستطيع أن يؤجل. You cannot pay، أنت لا تستطيع أن تدفع في بالفيزا أو بطاقة البنك. I cannot win، لا أستطيع أن أفوز. طيب هنا نتجه إلى أيضا الاستطاعة، لكن بالأسئلة، بالسؤال، يعني هل يمكنك أن تغني؟ هنستخدم ماذا؟ يعني هنستخدم كان. إحنا استخدمنا كان في الجمل، واستخدمنا كان نوت ونفينا الجمل اللي هي بالاستطاعة، والآن نريد أن نستخدم الكان في السؤال. هل يمكنك أن تغني؟ Can you sing?
هل أنت تستطيع أن تغني؟ والذي يقول لي كيف عرفت، يعني أعطينا السر، أعطينا الطريقة. بكل بساطة أنت ستأتي بأصل الجملة اللي هي يمكنك أن تغني، يعني أنت تقول لأحدهم أنت you أيوة you can sing أيوة you can أيوة sing، هذه أصل الجملة، أنت تستطيع أن تغني. جميل، هذه أصل الجملة you can، أنت تستطيع أن تغني. عشان نحول هذه الجملة إلى سؤال بنعكس اللي هي بهذه الطريقة can you sing، هل تستطيع أنت أن تغني؟ وكذلك بقية الأسئلة، هل لديها القدرة على الرسم؟ أصل الجملة she can أيوة draw، هي تستطيع أن ترسم. عشان نأتي بالسؤال هل هي لديها القدرة، can أيوة she أيوة draw، هل هي تستطيع أن ترسم؟ نفس الطريقة، هل تستطيعون أن تدرسوا، يعني أنتم عندكم القدرة أنكم تصبحوا مدرسين تدرسون اللغة الإنجليزية مثلا؟ فمثلا you أصلها you، أنتم كان تستطيعون teach، أنتم تستطيعون أن تدرسوا مثلا English اللغة الإنجليزية. عشان نحولها إلى سؤال هل تستطيعون، هنضع هذا في البداية can you teach، هل تستطيعون أنتم أن تدرسون مثلا English أو غيره. هل أحمد يمكنه الحضور؟ أصلها الأصل الجملة أحمد can come أو attend هو يعني يحضر، أحمد يستطيع أن يحضر، أحمد can attend أو come. عشان نخليها سؤال بس يعكس، يعني can أيوة أحمد ثم ضع كلمة come ولا attend ويصبح هل يستطيع أحمد أن يحضر. ما أريد أن أخبرك إياه، ما أريد أن أوضح لك إياه، العملية بسيطة جدا، أنت ممكن تصعبها أو البعض صعبها عليك، وفي المدارس أو في المعاهد صعبوا لك المسألة. أنت تستطيع أنك أنت تكون جمل مع الكان، لا تجعل كلمة هو ليس بمقدوره تعجزك، ليس بمقدوره يعني he cannot. عندما واحد يقول لك أنا لا يمكنني، هل يمكنني؟ أنت لا يمكنك، لا يمكنني I cannot، هل يمكنك؟ can you، أنت لا يمكنك you cannot. لا تجعل المسألة تعقدك، لا تجعل المسألة تصعب عليك اللغة الإنجليزية، العملية بسيطة جدا. الكان معناتها يستطيع، يمكنه، لديه القدرة، بإمكانه، وانت تحتاج تتمرن عليها وتعمل جملة وسؤال ونافي، وزي ما انت شايف العملية بسيطة جدا. أنا هعطيك تدريب واجب، وحاول انك انت يعني تحل هذا الواجب، وان شاء الله في التعليقات في اسفل الفيديو نحاول مع بعض يعني نتشارك ونحل هذا التدريب. اتمنى ان يكون الفيديو فادكم، واتمنى انكم تشوفوا الفيديوهات السابقه بالكورس الخاص بالترجمه، ستجدوا في قوائم التشغيل اذا ضغطت على اسفل الشاشه ستجد مكتوب في الأعلى قوائم التشغيل، اضغط على قوائم التشغيل سيظهر لك كورس خاص بالترجمة 2024-2025، وكذلك هناك كورس قديم إذا أردت أن تشاهده وتستفيد منه. شكرا.
طيب عندنا عبارات مثل عندي مشاكل في العمل، هي عندها لعبة، هم لديهم أعداء، أحمد لديه عمارة، أحمد وسامي لديهم حقائب، الكلب لديه ذيل، الكلاب لديها طعام، نحن لدينا أصدقاء. لو ركزت أنا مركز في هذا الدرس على جمل التمليك، أنا عندي، أنت عندك، هو عنده، محمود عنده، عشان الجمل هذه هي أحد أنواع الجمل في اللغة الإنجليزية. أنا سبق وأخبرت طلابي أنه إذا أردت أن تتقن تكوين الجملة، أنت تريد أن تتحدث اللغة الإنجليزية، عشان تدخل تحدث اللغة الإنجليزية لازم تعرف أنواع الجمل. أنواع الجمل هذه ممكن تكون أنا أكون، أنا عندي، واليوم هو عندي، أنا أستطيع هتكون في درس آخر، أنا استطعت درس آخر، أنا سوف جمل مستقبلية في ترجمة خاصة بالمستقبل، أنا قد أذهب أو من المحتمل أو ربما، هذا درس آخر. تابعوا الكورس عشان تستفيدوا وتدرسوا أنواع الجمل. وبعدين أنا هضمها كلها ترجمة لعدة أنواع من الجمل، بس أنت بعد ما تدرس كل واحد منفصل بشكل مجزأ منفصل هتكون فائدتك قوية جدا. الآن هنركز على جمل التمليك، عندي أو لدي أو أمتلك أو بحوزتي. خذوا بالكم قبل أن نبدأ الدرس هذا أنه في حاجة عندنا للتملك في اللغة الإنجليزية، لابد أن تستخدم إما الهاب وإما الهاز، إما الهاب وإما الهاز. عندنا اللي هو إما الهاب وإما الهاز، جميل جميل. الهاب يأتي مع ماذا؟ مع الآي واليو والذي والوي. أما الهاز تأتي مع هي والشي وإت. واحد يقول عيد بالله بشكل سريع، ركز معايا. أنت الآن وأنت بتتكلم لغة إنجليزية تريد أن تترجم كلامك، عند الجملة تبعك هذه، هو عنده مشكلة، هي عندها إخوة في العراق، هم عندهم مشاكل، هم عندهم لديهم إما الهاف وإما الهاز. طيب متى تستخدم الهاف؟ مع I و you و they و we. I have، أنا عندي، you have، أنت عندك، they have، هم عندهم، we have. أما الهاز مع he و she و it، he has، she has، يعني ما تستطيع أن تقول he have ولا تستطيع أن تقول I has، you has، كل واحد مع الضمير المناسب له. طيب بعد ما أخذنا هذا الموضوع تعالوا الآن نركز. عندي مشاكل في العمل، I have، كما أخبرتك I تأتي معها، عندي مشاكل، problems، عندي مشاكل فين؟ at work، عندي مشاكل في العمل. هي عندها لعبة، ركز معايا، هي اللي هي she، she تأتي مع ماذا؟ مع has، she has، أيوة، a toy، عندها لعبة. هم لديهم أعداء، هم اللي هي they، هذه نكتب they، they لديهم have، ليش مش has؟ لأنه أخبرتك they مع have، they have enemy هو عدو، هنحول ال y إلى i ثم نضيف es عشان الجمع اللي بينتهي الكلمة تنتهي بال y تحول إلى i e ثم تضاف s، they have enemies، هم لديهم أعداء. أحمد لديه عمارة أو بناية، أحمد هذا إيش يرجع؟ أحمد يرجع هي، هل هي مع ماذا؟ مع has، أحمد has a building، building هي البناية أو العمارة. أحمد وسامي لديهم حقائب، نقول أحمد، أيوة، and هذه و سامي، أيوة، هؤلاء الاثنين إيش يرجعوا؟ هؤلاء يرجعوا ذي، لأنه إحنا بنقول أحمد وسامي اثنين، لما كان أحمد عملناه هي، لما كانت هي عملناها شي، وإذا كانت هي الوحدة أو شي الوحدة تكون هاز، لكن أحمد وسامي هذا يرجعوا ذي، هم كما نقول أحمد وسامي هم لديهم، فتستخدم معها لأن الذي معها. أحمد وسامي هاف حقائب باكس. طيب الكلب لديه the dog، الدوغ هذا نستخدم معه هاف ولا هاز؟ الإت هو ما ينوب على الكلب، لأنه الإت هو أو هي الغير العاقل، فإحنا إما نقول ذا دوغ أو نقول إت، يعني الجملة تبدأ الفيل، الخيل، السمك، هذا كلهم غير عاقل، فإما نقول ذا دوغ، ذا لايون، الأسد، ذا تايجر، النمر، ونقول هاز، أو تقول إت، يعني هو الإت بدل ذا دوغ، يعني إما تقول إت هاز وتقصد بالإت الكلب أو الحيوان، أو تقول the dog has لديه ذي،
التايل. الكلاب، وهذه نقطة أنا حبيت أوضحها، ذا دوجز مش كلب واحد، الكلاب. الكلاب ايش يرجعوا؟ يرجعوا ذي، يرجعوا ذي هم. أول كان الكلب إيه؟ لأنه واحد مفرد، لكن الكلاب يرجعوا ذي و the dogs تأتي مع هذا. فإذا ركز معايا، the dog has لأنه الإيه مع has، the dogs لأنها جمع مع هذا، لديها food لديها طعام. طيب إذا the dog has و the dogs have، نحن لدينا أصدقاء، نحن we، والwe كما أخبرتك تأتي مع الهاف. We have، نحن لدينا أصدقاء، friends، نحن لدينا أصدقاء. طيب أنت الآن، from now on، من الآن وصاعدا، أنت ركز كذا الجملة تبعك، أنا عندي، هو عنده، هي عندها، تتعود وبشكل كبير تكون جمل. I have، I مع have، أنت بتقول I have، I have a car، I have a book، I have a pen، I have a family، عندي عائلة. You، أنت تتكلم شخص أمامك، you have، أنت عندك، أو أنتم عندكم، اليو أنت أو أنتم أو أنتما. You have، أنت عندكم، أنت أنتم عندكم، أنتما عندكم، يعني ممكن حتى للشخصين تقول you. You have buses، أنتم لديكم باصات. You have children، أنتم لديكم أطفال. They برضو مع الهاف. They have houses، عندهم منازل. They have problems، عندهم مشاكل. الوي، نحن مع الهاف. He وشي وإت مع هاز كما أخبرتك. ولا تنسى وانت بتتكلم، يعني فيما ينوب عن الهي عبد الله ومحمود وسامي، وفيما ينوب عن شي ليلى وفاطمة وخلود، فممكن نقول خلود هاز وليست هاف، أحمد هاز وليس هاف. لكن لو قلت محمود وخلود هذو اثنين يرجعوا ذي، فتصبح محمود وخلود هاف عندهم بوكس كتب بنز أقلام. نفس الطريقة عندما تتكلم على شيء غير عاقل مفرد، the dog يأتي مع هذا، the car السيارة لديها أربعة إطارات، the car has four tires، four windows، تمام. لكن لو كانت the cars السيارات بشكل عام جمع، تكون مع هذا، the cars have engines لديها مكائن، have windows لديها نوافذ، have mirrors لديها مرأة، يعني مرآة. وعلى هذا الحال أتمنى كده أنت الآن استوعبت الدرس الخاص بالتملك، وأتمنى أنك تتابع معايا في نفس السلسلة عشان هندرس ترجمة بقية أنواع الجمل. شكرا جزيلا لكم، good luck، حظا موفقا، and see you soon، أراكم قريبا، مع سلامة الله. أتمنى يوصل هذا الفيديو إلى 30,000 لايك.